ومعنا عبر الانترنت من سويسرا عزيز عبد المجيد الاركاني، رئيس المركز الروهينجي لحقوق الانسان في سويسرا. مرحبا بك سيد عزيز. اذا بدايه، بنغلاديش اعلنت انها اتفقت مع سلطات ميانمار على اعاده توطين 6000 من الروهينجيا في اركان. الى اي مدى تعتقد انه يمكن ان تستجيب السلطات الميانماريه لهذه الاتفاقيه؟ شكرا على الاستضافه. اولا، التفاهمات التي جرت بين الحكومة البنغالية والحكومة البورمية هي تفاهمات ظاهرية، وليست هناك نوايا أو الإرادة السياسية لدى الطرف البورمي لاستعادة المهجرين إلى بورما، لأن الحكومة البورمية أصلا أوجدت هذه الأزمة وهذه المأساة بتخطيط مسبق، وأرادت توصل الأمور إلى هذه المرحلة، وبالتالي هي في الظاهر تتظاهر أو تتعامل مع الحكومة البنغالية على أساس أنها مستعدة لاستعادة المواطنين، أو هم لا يقولون كما ذكرت في تقريركم لا يكون مواطنين، وإنما الناس المهجرين إلى داخل بورما من جديد، لكن بموجب شروط فرضت على الحكومة البنغالية. طبعا هنا فقط هي للتسويق الدولي، ولا توجد لدى الحكومة البورمية نوايا صادقة، وهي كما ذكرت هي خططت وأوصلت الأمور إلى هذا الحد حتى تبقى القضية عالقة. كما أن من هذه الشروط الحكومة البورمية فرضت إجراء تدقيق في أسماء العوائل المراد إعادتها، في أي سياق يندرج هذا الإجراء؟ أولا، الحكومة البورمية تطالب من الحكومة البنغالية من التثبت من هوية هؤلاء الأشخاص، هل فعلا هم خرجوا من بورما وذهبوا بموجب أوراق؟ تعلمون أن الروهينجيا كانت لديهم وثائق وطنية، بطائق الهوية من قبل 70-80 سنة، وهذه البطائق الأصلية صدرت منهم وأخذت عنوة في مراحل سابقة، ثم منح الروهينجيا نوع من البطاقة المؤقتة تسمى هذه البطاقات البيضاء، وهذه أيضا ما قبل الانتخابات الأخيرة صدرت منهم، وفي الفترة الأخيرة عندما تم تهجيرهم من بيوتهم بعد حرق البيوت والقرى بأعداد هائلة، هؤلاء الناس الذين لجأوا إلى بنغلاديش لم يتمكنوا من حمل أي شيء، بما ولم يجدوا حتى ما كان عليهم من الملابس. فجاءوا الآن، الحكومة البورمية تطالب من الحكومة البنغالية إظهار الوثائق البورمية، ومن أين لهم وثائق بورمية الآن؟ أولا، الحكومة البورمية صادرت منهم، والذين لم يتم مصادرة منهم فهؤلاء لم يتمكنوا من حملها، لأن البورميين أو الجيش البورمي أتى على حين غرة وحرقت بيوتهم وقراهم، فتم إحراقها بالكلية، فكيف ليس لديهم أي مستمسكات؟ هنا سؤال. نعم. طيب، في الوقت نفسه منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن الأزمة مستمرة مع استمرار تدفق اللاجئين، كيف تصف استمرار فرار روهينجيا حتى الآن؟ ما تداعيات هذا الاستمرار للهجرة من ميانمار؟ هو الحكومة البورمية كما ذكرت خططت لهذه العملية من وقت مبكر، من وقت سابق، فكان هناك مراحل. المرحلة الأولى هو إحداث الرعب العام في نفوس الروهينجيا عن طريق القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي وحرق البيوت وتشريدهم بأعداد هائلة. ثم بعدما انتهت هذه المرحلة، هم بدأوا بمرحلة أخرى، وهي تجميع الناس، وتجميع الناس من بقي داخل بورما تجميعهم في نطاق بعض المناطق الحضرية، ومن ثم خنقهم عن طريق فرض الإجراءات الاقتصادية. فهؤلاء ليس لديهم موارد، فليس لديهم الآن هذه القرى داخل أركان هي معزولة عن العالم، وحتى عن بورما، عن بقية أجزاء بورما، فلا تصل إليهم الأغذية ولا تصل إليهم أي تموينات من حيث الغذاء والدواء وأي شيء فبالتالي فالناس الذين يعيشون هناك داخل أركان يعانون يعانون الجوع، وبالتالي لا يمكن البقاء. ثم
إذن سيد نعم. عزيز، يعني كيف تقيم الحلول المتبعة من اتفاقيات لإعادة التوطين وغيرها؟ كيف تعتبرها؟ لا سيما أن الحكومة البورمية لا تزال لا تعطي حق المواطنة للروهينجا. نعم، هي كما ذكرت هي مجرد للتسويق الدولي ولظهور حكومة البورمية أمام العالم بشيء من الإظهار أنها هي يعني جادة في حل المسألة وهي يعني مرنة في الموضوع. ولكن الحقيقة كما ذكرت يعني الآن هناك الجو الأمني، يعني هو كما كان الآن العمليات القتل والحرق والتشريد والتجويع ماضية كما كانت إلى يومنا هذا، الناس يفرون ويأتون إلى الحدود، كما لعلكم سمعتم الآن هناك في خط الحدود يعني ما يسمى الآن خط الصفر، هناك الآن عشرات الآلاف تجمعوا والحكومة البنغالية لا تريد إدخالهم إلى هنا، قالوا لا خلاص انتهت. فالآن نريد نحن نرجعهم، فالحكومة البورمية يعني تحاول دفعهم إلى داخل بنغلاديش. والعمليات كما ذكرت هي كما كانت، كما أن الحكومة البورمية لم تتخذ المستوى الاستعداد اللوجستي أي شيء داخل أراكان، لا توجد هناك أغذية ولا توجد هناك يعني مناطق لاستقبال الناس، كما ذكرتم أساس المشكلة هي إنكار حقوق الروهينجا وعلى رأسها حقوق المواطنة الحق الأصيل للشعب الروهينجي. فإلى يومنا هذا الحكومة البورمية تنكر للروهينجا حقهم الأصيل ولا حلول لهؤلاء. لا حلول جادة إذن حتى من المجتمع الدولي. أشكرك من مدينة لوسير بسويسرا رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني.